يعني الحمد لله، يعني الواحد بيحمد ربنا، يعني يوم كده يوم كده والدنيا بتتحرك، رغم ان هو جو الشتاء معروف، دخلت الشتاء وكده والدنيا بتهدى شوية، غير طبعا دخلت الصيف. ايوه بس في حركات، يعني في الصيف بتبقى الحركة شديدة شوية بتاع، اللي طبعا في الشتاء بيبقى الدنيا هادية وكده، يعني ليها دراسة والكلام دوت، مفيش اعياد. الاول كان مثلا بيبقى هم شهرين واحد واتنين بتبقى الدنيا هادية، دلوقتي دخل 10 و11 و12، ان العيد بقى مترحل في الشهور، فبقت فترة كبيرة. يعني مثلا احنا بنفتح الصبح من الساعة 11، الحركة بتبدأ مثلا بعد العصر شوية، بعد كده تهدى، وبقى مثلا ممكن على بعد العشاء مثلا على الساعة 8 بتاخد ساعتين، مثلا من 8 مثلا او من 9 لغاية 11 تبقى الدنيا حركة شوية. يعني هو مش بعدد الترع، الواحد بيحسب مبيعه، يعني مبيعي دوت مثلا جاب مصاريفي وايجاري والكلام دوت، حسب الحركه نفسها. في ايام بتشيل ايام، يعني في يوم مريح يوم شغال كده، مش كل ايجار. ايجار تدفع ايجار قد ايه؟ يعني هنا في الشارع عموما رنجات الايجارات يعني بدأ من 4 وانت طالعه. 4000 في الشهر. الشهر الكهرباء مثلا بيجي لك بتاع 150 160 جنيه. يعني كانت يعني الرنجات دي برضه انا اقل شويه بسيطه، يعني اهو الحمد لله. يعني مثلا كل ما يعني يوم بيشيل يوم، يوم شغال يوم رايح، فيوم بيشيل دوت في دوت كده، تطلع مصاريفك بتطلع ايجارك حسب الجو. اهو معايا مؤهل فوق متوسط. طب ليه ما اشتركتش؟ يعني بصراحه هو ورقي كله في جميع الوزارات، وزاره الماليه، وزاره المترو، وزاره الانفاق، في اي مكان حاطط الورق بتاعي اي فرصه تجيلي. ما جاش لحد النهارده؟ على الله بقى، كله بقى لي من 2007. ومقدم ورقك من 2007 لحد النهارده؟ يعني كل سنه مثلا ما حاجه بتفتح بقدم فيها، يعني اداره المترو قالوا فتحت وكده رحت وديت الورق بتاعي، وزاره الماليه نفس الكلام بعد الثوره والكلام ده رحت قدمت ورقي، كل حته يعني بحاول على قد ما اقدر. وانا في المعهد وكده فحبيتها بصراحه، حبيت اغير ورحت اشتغلت فني شبكات نت، بس هي المهنه دي زي ايه ما تقولي فن، يعني في حاجات مصر بتعمل 10 15، وفي حاجات مستورد بتعمل من 25 20 25 30 كده. ما نزلتش الطرح عندك عن كده؟ يعني هو ممكن واحد يجيب مثلا موديل يبقى ب 35 الكلام دوت، بس مش كله. هو المستورد ملوش مرتجع، المستورد دي بتاعتي، لو بفتح الدسته وحته مقطوعه نصين كده دي بتاعتي انا، لكن لو مصري عادي ممكن ابدلها من التاجر نفسه. ما المشكله ان معروفه ان المستورد بيبقى اغلى عشان جمارك والكلام دوت كله، فبتبقى الحاجه غاليه، فانا ان انا بعوض الحته مثلا المنتوشه او المقطوعه ديت، انا مثلا في حته ببيعها فيها 5 جنيه، حته فيها 7 جنيه، حسب يعني من كل فتره الموضوع بيتغير. تاجر من تاجر بيسافر بيجيب خامه اقل من التاني الكلام دوت، فبترجع للتجار نفسهم المستوردين. يعني نفسي ربنا يرزقنا وان احنا نقدر نوفي مصاريفنا وايجاراتنا والكلام ده بالنسبه للغلو اللي احنا فيه، وان الواحد يعني بينزل عشان يجيب دستتين ثلاثه، يعني اقل حاجه 1500 2000 جنيه، لان دلوقتي اسعار الديسات غاليه، فغصب عننا الحته بتبقى غاليه. بس هو اليومين دول من بعد العيد وكده وخلاص الدنيا بقت نايمه وكده، بس ف ما بتشتغلش مثلا غير مثلا في ايام اللي هي الاجازات والكلام ده، هي خميس والجمعه والكلام ده، بقيت الاسبوع بيبقى كله بقى يعتبر راحه. يعني حاليا عشان المعهد وكده ومصاريفه غاليه وكده، ف يا دوبك بيجي مثلا مصاريف المعهد وكده. وبصي انا في كليه تجاره في معهد الالسن وكده، بس المشكله في ايه؟ حاليا دلوقتي هو دي انسب حاجه الواحد يشتغلها عشان خاطر المعهد، فاهماني؟ فلسه ان شاء الله بعد المعهد وكده الواحد يكون لها حاجه كويسه وكده. انا من صغري عموما شغال في الملابس والطرح والكلام دوت، بس فاكيد بعد المعهد ربنا يكرم ان شاء الله نقدم ورق في حته كويسه ونشتغل في حته كويسه. الزباين دلوقتي حاليا اليومين دول بتاع متعبه قوي بصراحه، مش عايز اقول لك. يعني واحده امبارح وقفت معايا مثلا حوالي ساعه الا ربع، وفي الاخر سابت الطرحه ومشيت عشان خاطر 2 جنيه، هي المفروض ب 30، فقلت لها 35 عشان لسه هتفاصل وكده، فقالت لي لا 25، فقلت لها خلاص اخرها 30 وكده وهي ماشيه، فقالت لي لا هي ب 25. المهم قعدنا نتكلم، قالت لي هم 28 جنيه وكده بس، وفي الاخر ما قضيتش بقى تعب مثلا بقى واقف معاها والكلام دوت، وحلف لها ان هي ما فيهاش وسابتها تمشي عشان خاطر 2 جنيه. في زباين بتخش معاها حاجتها على اسرح مثلا، على دي زباين بتريح، يعني خد البادي مثلا هات طرحه عليه بس، طلع لها الحاجه اللي هي عايزاها، وفي 600 موديل شوف اللي انت عايزاه ومش عارف ايه
بس في زباين بقى بتخش لازم داخله عشان تفصل او عشان خاطر تتقبل بقى اللي واقف يعني. ما هو المشكله ان هي ما بتقولش مثلا ان هي مثلا داخله كذا، فهي داخله بتقعد تبص، طب عايزه موديل معين، لا عايزه مش عارف ايه، لا تقعد تتفرج، طب عايزه لون كذا، اجيب لها مثلا اللون اللي هي عايزاه في جميع انواع الطرح وفي الخامات كلها بس، وفي الاخر مثلا تقول لي شكرا. هي كلمه شكرا، بص هو عموما الناس عند هو اليومين دول مش عارف مثلا هو مصاريف مثلا دراسه والكلام دوت، مصاريف جامعات، مصاريف مثلا بيت، اكل وشرب والكلام ده طبعا انت عارفه، بس فهي الناس بس مش عارفه تلاقيها منين، وفي نفس الوقت الشغل نازل غالي يعني. انا احب اقول ان ربنا يكرم ان شاء الله، والواحد يعمل اللي هو عايزه ويشتغل في المكان اللي هو عايزه. هو السنه دي يعني انا لسه نازل حاليا دلوقتي الشارع، فبسال عادي، فالاسعار غاليه جدا عن السنه اللي فاتت بكتير يعني. يعني ممكن بالنسبه من السنه اللي فاتت للسنه دي ممكن 60% مثلا. حاجه مثلا السويت شيرت السنه اللي فاتت كان ممكن يعملوا 100 جنيه 120 جنيه، ده في السوق الشعبي يعني، مش في محلات توكيل يعني، لكن في حاليا ب 280 300 وانت طالعه يعني. هو التجار بقى يشتغلوا بمزاجهم يعني، مفيش رقابه عليهم. المفروض مثلا يبقى في ناس كده تنزل تشوف الناس ليه، اصل احنا مش احنا اللي بس المفروض نتكلم يعني، اصل الناس اللي بتنزل المناطق دي بالذات تبقى برضو مش يعني مش حاجه عاليه قوي، فاهماني؟ فبيبقوا عايزين ينزلوا يشتروا طقم مثلا، طقمين في حدود 400 جنيه مش عارف، لكن هنا عشان يشتري طقم دلوقتي اقل حاجه 650 جنيه. سياحه وفنادق، معهد سياحه وفنادق. شغال حاليا. الحمد لله خاطب يعني لسه. الحمد لله، بس حتى لو مكفاني ممكن تلاقي حاجه تانية تبوظها بالنسبه للاسعار الغاليه اللي في ال. لا، مع ارتفاع الاسعار حاليا لا يعني. هي الاول كانت الحمد لله، الواحد كان بيقول الحمد لله، وكان برضو الواحد بيعرف يشيل حاجه وكده من مرتب، بس حاليا ممكن انزل يوم اتنين اصرف لي 1000 جنيه مثلا ولا حاجه. بصي عامه بالنسبه للمواصلات، ادام انت جبت سيرتها، كل اسبوع بتزيد، فاهم يعني؟ كل اسبوع واحد السواق نزلت سعرها بمزاجه كده، عشان بياخد حجه البنزين والزيت، فالبنزين عامل معانا احنا مشكله، مش مع السواق بس، بالعكس عم معانا مشكله يعني. المشوار اللي هو مثلا جنيه ونص ولا حاجه ممكن يقول 4 جنيه و 3 جنيه، ده بالنسبه للمواصلات حاليا. بصراحه انا الناس خايفه يعني، الناس كلها خايفه، وما مش عارف يعني، الناس خايفه وربنا يستر يعني، ان شاء الله اللي جاي احلى. انا بصراحه مش مهتم قوي الموضوع، مش متابع. لا، مش مهتم، مش مدير اهتمام يعني. كلمة أخيرة، إن شاء الله بلدنا تبقى بأحسن حال بإذن الله، بس يبقى فيه اهتمام أكتر من كده بالناس الغلابة يعني. الضروريات بس اللي بقت دلوقتي تطلب، الضروريات يعني مثلا زمان أو الوقت اللي فات يعني، كان ممكن مثلا الواحدة تنزل تشتري جلابية لنفسها، حاجة لابنها، ما يكونش زيادة يعني. دلوقتي الضروريات بس يعني، احنا نعتبر شغالين على العرايس بس، العروسة اللي هي لازم هتجيب لبس، احنا رزق ربنا بقى، بس هي قليله يعني، حاليا قليل كتير، قليل كتير خالص يعني. احنا في ايام ما بنستفتحش، ما كانتش بتحصل قبل كده، من اول النهار لاخر تقفل. في ايام بتعدي علينا كده، وفي ايام ربنا بيكرم. لا الاسعار اختلفت يعني عن السنه اللي فاتت يعني. احنا ممكن نقول الاسعار عن السنه اللي فاتت زادت بتاع 30%. مثلا سي مثلا العبايه اللي كنا نبيعها ب 180، السنه دي بقت 230 240 سي. الفرق ده فرق سعر الجمله عليا. ان ديفوي يقول ان هو من عندي، في حاجات بتبقى في العرض هو ما يعرفش الكلام ده، فممكن يقول لك لا ده من عندك انت، فبتبقى عمليه تراضي يعني. مصر كل مصر. اخبار الكهرباء زي الناس كلها، اسعار متاع حضرتك عارف ان الاسعار كلها زادت. لا زادت كتير، زادت تقريبا ضعف. هو دلوقتي حضرتك ده كمان ده دي كمان قايده دلوقتي كده، عشان لسه بفرش. المفروض ان انا لو فتحت بدري شويه ده بيبقى مطفي. نقول من الساعه 5 لحد الساعه كام؟ 11 ونص. 5 ده 6 كده، 6 ونص. 5 ل 11، 6 ونص. الضعف ده مش في عدد الساعات، ما انا طول عمري بفتح كده. الضعف ده في سعر الكهرباء، فرق سعر الكهرباء. لا بص حضرتك، احنا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، زي بقت اتباع الاسر، كل الاسر دلوقتي ما بقت تتجه للضروريات فقط لا غير، لا تكفيها ما تكفيهاش. لا حاليا دلوقتي حركه البيع قليله، اقل من زمان،
واخده بالك، والاسعار غليت، فاصبح دلوقتي انت ده شيء طبيعي انك تتجه للدريات بس. لو كفتيها كمان ممكن، يعني لو عندك 100 حاجه دريه ممكن تكفي منها 25 حتى عادي، ما كانش فيه فرصه متاحه يعني. في ولا انت ما حبيتش وحبيت؟ لا 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 لا، ما كانش فيه فرصه متاحه زي الشباب كتير قوي يعني. لو جات لك الفرصه دلوقتي ممكن؟ انا سنه 39 سنه ايدي على كتفك دلوقتي، في الاستوك نايم دلوقتي خالص والله. بس هو كان في ايام المواسم كان شغال كويس الحمد لله، لكن دلوقتي عشان المعيشه صعبه، صعب دلوقتي تلاقي حد بيشتري كتير وكده. في اي محل هتروح حضرتك هتلاقي كل دلوقتي اللي في شهر 10 المبيع كله عامه نزل اول سعر. والناس دلوقتي كلها بتستنى موسم اللي هو بتاع العيد المسيحيين وكده، لكن هو دلوقتي اللي بيبيع عامه كله في الشارع. حتى في الموسم هو اللي كانوا عندهم بيبقى بيشتروا التصفيه بتاعتهم بتاعت البضاعه بتاعت الصيف وكده، لكن دلوقتي لسه بقى هو كله مستنين بقى بيع بتاع الشارع 10 وكده. 5000 في الشهر، 1200 في الشهر. 1200 في الشهر؟ انت بتعلم ولا؟ في كليه. تدرس لسه؟ اه. 1200 بيقضوا؟ عادي من هنا وهنا، بس عادي يعني بيقضوا طبعا. انا سنه ثالثه. ثالثه، باقي لك سنه وتخلص. ان شاء الله. بعد ما تخلص ان شاء الله وتنجح. ان شاء الله. هتشتغل هنا فوزي؟ لا مش هشتغل هنا طبعا، من الاكل هنا ما تاكلش عيش الشغلانه دي. يعني مش هتجهز واحد ولا اي حاجه. زي واحد هنا اهو. مش شغال ولا اي حاجه، لكن هي دي مش اكل عيش ولا تجهز واحد يعني. هو دلوقتي اي حاجه دلوقتي بتتعمل عايزه تعمل هتعوز مظاهرات وجامعه وكله كده في الجامعه يعني. اي حاجه عايزين تعمل كله بالمظاهرات دلوقتي وكده، لكن ان حد يشتغل ويساعد ما فيش حد دلوقتي بيساعد. والمفروض كل واحد جاي من بلده عشان يدرس ويتعلم وكده، المفروض كل واحد يركز في الدراسه بتاعته، لكن هو دلوقتي كله دلوقتي جاي عشان يساعد نفسه بس، عايز يخرب اي حاجه في مصر وخلاص. هو دلوقتي لما انا ببقى قاعد مثلا بمكان بعيد عن المحل، واحد يجي كده يدخل يتفرج ويمشي، ده مش عايز يشتري. لكن لما واحد بيعوز يشتري بيقعد يتفرج ويبص على واحد من بره يقول له، بيسال يعني عن صاحب المحل او اللي واقف في المحل فيه. لا انا ما عنديش عادي يعني، هو بيتنا عادي. اه لا بيجينا كهربا طبعا، يعني الايجار ال 50 جنيه حاجات زي كده يعني. هو زي لا انا ابويا متوفى. لا ست بيت بس. ست بيت يعني انت بتصرف عليه؟ لا هو لا احنا بيدينا المعاش بتاع ابويا وكده، واحنا معانا فلوس يعني تاني، ومعانا البيت هنا ايجار وكده. يعني بنأجر. الحمد لله. ناوي لما تخلص تجهز نفسك انت ولا ناوي تاخد بقى ولا تقعد عندنا؟ لا انا مش كل واحد طبعا هيجهز نفسه، بس ما فيش حد بيقدر يطلع لنفسه، لازم تبقى مساعده من الوالدين وكده طبعا. بس عايز تقول كلمه اخيره؟ ربنا يهدي الشباب وشارع 10. وحركة البيع والشراء في الشارع عامة هي ساعات بتبقى شغالة أو ساعات لأ، بس هو بتوقف على برضو يعني هي الحال في البلد كله واقف على الدنيا كلها، فأكيد مش تبقى ماشية معانا إحنا هنا. بس هو يعني الواحد بيحمد ربنا في الخير وفي الشر، بس هي الفكرة كلها اللي هو الموضوع مش ماشي بصورة طبيعية، متوقف مع ناس كتيرة، أو ناس كتيرة يعني بتبقى عليها ديون أو كده، بتبقى متوقفة على التسديد من اللي هو البيع والشراء، حركة البيع عامة، فالناس بتبقى يعني الدنيا متدمرة معاها. وربنا يسهل. سببه ايه ده؟ سببه ايه ده انا معرفش، بس هو عامه هتلاقي يعني الظروف الواحد مش مسامحه برضو اللي هو ينزل يشتري زي الاول او كده. الدنيا واقفه مع ناس كتير، ما تعرفيش الحقيقه فين. انا مش موظف عشان اقول لك حاجه زي كده، اذا كان المرتبات زادت او ماشي. لا لو المرتبات زادت انت كده كده برضو يعني، هي المواسم انت خارجه من يعني خارجه من عيد كبير على مدارس، على حاجات هدوم مدارس، والعيد كبير هدوم عيد وأضحية ولحمة والكلام ده كله، فهو الحاجات دي كلها مش تبقى مساعدة مع حضرتك اللي انت بعدها تنزلي تشتري او كده. حتى مثلا انت لو في يعني الحاجات اللي هي سعرها معقول دلوقتي، هي تلاقيها اكتر حاجة شغالة عامة، بس غير كده انما الحاجات اللي هي اسعارها عالية او كده ما تلاقيش ليها موجودة مع ناس كتير. يعني بتبتدي معاكي من 30، دي اعلى حاجة. اعلى حاجة اقل 10 اضل مصر. المصري عامة، المصري لو في ديفو عادي ممكن يرجع، انما المستورد في ديفو ما ينفعش يرجع المستورد بتاعه. المحل ده عامة بيبقى يعني المحل ده عامة مميز عن المحل التاني، عن اي محل تاني في شارع 10، هو اكترية شغله مستورد. والفكرة كلها في المصري اللي هو تقفيله بيبقى وحش، او اي حاجة فيه متبقاش حلوة يعني. هو تقفيل اصلا الخامة المصري بتبقى مش حلو، تلاقي فتل زي طالعة منها او كده. هو ماشي، هو لو شغلها يعني في حاجات مصر شغالة، الستان مثلا شغال، هو شغل مصر بس شغال، بس ما ينفعش الستان، ما ينفعش الستان مشجر يبقى مصر. الناس ما بتلبسوش، ما بتبقاش حلوه معاه.
لسه. بتبتدي؟ اه. طب انت بتشتغل ولا ده؟ لا شغال. شغال في الحته. طب انت لما تخلص ناوي تكمل في الشغلانه دي ولا ناوي تتعلم تشتغل بشركه؟ وانا حبيت الشغلانه يعني، انا بقالي حوالي 3 سنين في الشغلانه دي وانا حبيتها، بس يعني ربنا يسهل لما اخد شهادتي الاول. يا تفتح. لا بص، هو الشغلانه دي ادت ناس كتير عامه، بس هو في الوقت اللي احنا فيه ده نايمه مع ناس كتير، يعني ناس كتير مش عارفه تفتح بيت منها او عليها ديون منها، بس هي في وقت من الاوقات ادت ناس كتير. انا مش هتجوز، انا مش عايز ادخل ان انا اتجوز. تمام. ليه الايجار؟ لا الايجار ده انا مش معرفش، انا سالي في صاحب المحل بقى. والله حياتك يعني شويه كده وشويه كده، يعني شويه تكون حلوه وشغاله وكده، وشويه تكون مفيش خالص. مش شرط اللي الناس تكون بطلت تلبس، الشرط اللي ايه دلوقتي مبقاش السوق مبقاش زي الاول، يعني محدش يعرف. يعني من قيمه مثلا قبل الثوره دي كلها الشارع ده كان بقى زحمه موت، بالذات الخميس والجمعه، يعني الخميس والجمعه ده بالنسبه لهم عيد، الناس كانت بتبقى زحمه قوي. دلوقتي حتى الخميس او الجمعه مش هنشتغل فيهم، ممكن اليوم الحد اللي هو بيبقى اجازات نشتغل في اليوم ده، ما نشتغلش بقيه الايام. 3 سنين. متعلم؟ متعلم. لا في معهد. حابب الشغلانه دي؟ يعني بتشتغل فيها وانت في ثانوي كده؟ بشتغل فيها وانا في ثانوي. حكايه المصاريف وكده ما بتختلف، دي عمرها ما ايه هتبقى الشغلانه اللي هي اللي ينفع اتجوز بيها. يعني ما ينفعش مثلا اروح اتجوز اقول لهم يقول لي انت شغال، اقول لهم انا شغال في محل طرح. برضه مش الشهاده عمري ما هتشغل دلوقتي. لو في مثلا حد، لو في شغل وظايف وكده متوفره كده هنشتغل تبع الوسايط، بس لو في وسايط هنشتغل، لكن لو مفيش وسايط محدش هيشتغل، وبالذات في الشغلانه دي. ايه؟ كانت الناس كلها قدنت. من كام لكام؟ اعلى حاجه بتبقى 30 35، اقل حاجه مثلا بالنسبه للسياده وكده 10 جنيه. بالنسبه للطرح يعني هو بالنسبه للطرح لكن بالنسبه للمحلات التانية ما اعرفش. بس بالنسبه للطرح بكام؟ حتى في الايام اللي احنا فيها دي بقى مش قوي. يعني بص حضرتك، لو مثلا في عيد ولا حاجه بيكفي في العيد وبعد العيد، لكن الجو مريح خالص ما بقاش. طب ما ينفعش ولا اقلله في مرتبه. انا بضغط على نفسي، انا يعني بضغط على نفسي عشان زي ما هو شغال ما ينفعش اقول له مش، ما ينفعش احتاجه في الايام الصعبه اللي انا محتاجه فيها، وفي الايام اللي ما فيهاش شغل اقول له مش. انا بقف معاه، هو ممكن يخش يسال وكده من طريقته في الكلام وكده انا بعرف، لكن مثلا اللي بيبقى داخل يشتري ويكون معاه طقم ولا حاجه، اتفضل هات لي على الطقم ده. طرح ده كده هيشتري من يوفني. لا تشتري برضه، بس مثلا ايه انا عايزه كذا كذا كذا، تمام، انا عايزه مثلا طرحه زي دي كده. لكن فكره بقى اللي مثلا في واحد او واحده تخش تقلب، تخش تشوف وكده في الاخر تمشي. عايز ايه؟ لا انا بدور على حاجه معينه في دماغي. عايز ايه؟ انا بدور على حاجه معينه في دماغي. هي الحركه يعني يوم شغاله يوم لا، او مش على طول. طب الناس بتقول احنا دلوقتي فلوس مش شغاله. ايوه ما الاسعار غاليه، فهي الأسعار غالية، في ناس بتجي تسأل وبتمشي وكده، يعني حركة يعني قليلة، وأسعار الحاجة غالية، يعني أسعار الحاجة نازلة غالية، يعني زيادة مثلا نص. يعني مثلا كان في بوكليت بيتباع ب85 جنيه، دلوقتي بيتباع ب125، في جاكيت بيتباع كان ب250 دلوقتي ب320. هو في زمان بتيجي تشتري، بس يعني الحركة قليلة قوي، يعني مش زي السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها. أنا بقالي بتاع 7 سنين في الشارع يعني. ان شاء الله لو ربنا كرمني في محل يعني وخدت محلي مش هتوظف، لو ربنا ما كرمنيش في محل هتوظف. شايف ان الشغلانه دي تقدر تخليك تفتح بيت؟ لو صاحب المحل واحد شغال في المكان ما يفتحش، لو صاحب مكان. مصاريفك انا باخد 1200. 1000 1200 هو على حسب، يعني انا الحمد لله بتمشيني يعني. انت كشخص لا 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 فايش، يعني مثلا في بنطلون اخره 110، في بنطلون اخره 150 130، جواكت 250 230،
كده الاسعار دي؟ في ايام بس مش في كل الايام يعني، الحمد لله مش في كل الايام، بس بتيجي ايام زي كده يبقى الشارع ما فيهوش حد.